تحت عنوان أعراض قد لا يعرفها الجميع تدل على الإصابة بالانزلاق الغضروفي، نشر موقع دي دبليو الألماني أن بعض الناس قد يعاني من آلام في مناطق مختلفة من الجسم يتناول لعلاجها المسكنات ومضادات الالتهاب دون تحسن، والسبب هو التشخيص غير الصحيح لأعراض قد تكون مؤشر لوجود مشكلة أو بداية حدوث انزلاق غضروفي. ومن أهم هذه الأعراض الخفية عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز، الشعور ببرودة أو سخونة في بعض مناطق الجسم زي القدمين والفخذ، وأحياناً يفقد المريض الإحساس بمناطق معينة أو يشعر بالتنميل، وأحياناً تأثر القدرة الجنسية وتأثر القدرة على المشي، وأيضاً وجود ضعف عام أو وجود ضعف في القدم والركبة. أهلاً بكم. دايماً بحكي للمرضى بتوعي والأصدقاء على فكرة إن أتوبيسي يفوتك. أتوبيسي يفوتك دي كلمة مزعجة قوي. أتوبيسي يفوتني ده لأن أنا إما إن أنا جيت بدري فمش لاقي أتوبيس، أو جيت متأخر فالأتوبيس مشي. بس كلمة أتوبيسي يفوتني دي في الغالب بتيجي لما أجي متأخر عن الأتوبيس. طب إيه العلاقة بينه وبين المرض؟ في ناس عندها مشاكل في الظهر، آلام في الظهر. إزاي أتوبيس يفوته؟ يفوت اللي عنده مشاكل في الظهر. المفروض يروح يكشف ويبدأ يتعالج. لا، الباشا قال لك أنا هاخد مسكنات. خدت مسكن النهاردة ارتحت خلاص، فالألم بتاع الظهر راح. لقد شفيت. طالما ليس يوجد ألم بهذا القرص إذن فقد شفيت. تمام. ده مش تمام. مش ده الصح. وبدأت الحالة تزيد وتتدهور. هنا بقى فقد أتوبيس مهم جدا اسمه أتوبيس العلاج المحدود التدخل. المريض في الوقت اللي المفروض يروح عشان يستفيد من تكنولوجيا مهمة جدا اسمها العلاج محدود التدخل فوته وخد قرص. المرحلة بتاعت المرض بتزيد، انتقلنا إلى حالة تانية خالص تستدعي أسلوب تاني في العلاج. هنا بيدور على الأتوبيس الأولاني، قالوا له لا، ده انت عديت المرحلة خلاص، انت دلوقتي تستحق علاج تاني خالص. ممكن كمان يفوته الآخر وياخد أي حاجة أو يرتاح في البيت من غير حاجة خالص ويقعد ديسابيليتي ويبقى ماشي على مسكنات عنيفة، بقى ياخد بقى مخدرات يعني ترامادول وبتاع، فيفوت الأتوبيس التاني. يدور بقى على أي حل، يقول لا خلاص أنت وصلت لمرحلة ضمور في العصب، الأعصاب باظت، مفيش حاجة هتنفع، لا أسلوب محدود التدخل بتكنولوجيته الرائعة ولا الجراحات بحلولها الناجحة ما عادش ينفع معك حاجة، فاتك كل الأتوبيسات. بسبب إيه؟ بسبب دماغك الناشفة. النهاردة حوار هنفهم إمتى اختار أتوبيسي المناسب، وإيه الأتوبيسات الجميلة الحلوة دي لأسلوب العلاجي يعني اللي اسمه محدود التدخل، حاجات الجميلة دي اللي الطب ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا. تعالوا رحب بضيف العزيز الأستاذ دكتور عمرو السعيد، استشاري علاج ألام العمود الفقري والمفاصل، صاحب دكتوراه علاج الألم وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي والجمعية الأوروبية للسونار الحركي والمدير لمركز بينكيو لعلاج الألم. أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن. احكي لي بقى، هل أصبت أنا في حكاية الأتوبيسات دي؟ وصف روعة بصراحة يعني. دايما بحي حضرتك يعني بصراحة يعني حضرتك بسطتها، لأن فعلا عموم الناس للأسف هو فعلا بيسمع غلط أو يقول أو يفتكر مثلا إن فلان ده عمل مش عارف إيه فواخد السمعة السيئة فمش عايز يقول لا ده خلاص ده مش هروح أنا التجربة، اللي هو يقول نايم يقول له يسأل مجرب، حتى المجرب دوت هو يمكن ما راحش أصلا مجرب يسأل طبيب، هو بيسأل المجرب اللي إداله خبرة برضه غلط عن هذا الأمر. الفكرة فعلا زي ما حضرتك أوجزت، كل ما أطلع أخد التشخيص صح وياخد الأتوبيس بتاعه صح أو الطريقة العلاجية الصح، فهو في التالي احنا خدنا العين استفاد وما دخلش بقى في ضيلمة الألم
المزمن. التكنولوجيا فعلا أوجدت حلول كتيرة جدا، وأعتقد إن إحنا يمكن في السنين القريبة جدا يعني خلال عقد قريب جدا هنشوف تكنولوجيا تانية وأدوات جديدة تانية وحاجات تانية نقدر نتداخل بيها لعلاج آلام العمود الفقري بدون جراحة. إزاي يتعامل مع الغضروف ومشاكله مينيمال انفيزيف كما تتدخلون أنتوا، اللي هو أساليب محدودة التدخل؟ السيفتي أهم حاجة، الأمان. الأمان، أمان المريض أهم حاجة طبعا. بعد ما بنشخص المريض، هو طبعا مش كل ألم يعني برضو عشان الناس، أي مش أي ألم جاي في سياتك أو عرق نسا زي ما الناس بتوصفه أو ألم في الظهر فهو انزلاق غضروفي. لا، في أسباب كتير جدا ممكن تكون هي المسببة للألم، وكل سبب من دول مفاصل جر الفقرات، العضلات المحيطة، الأربطة في العمود الفقري، الغضروف نفسه، القرص الغضروف نفسه ممكن يكون في مراحل الأولى هو نفسه بيعمل يكون مسبب للألم. فبالتالي التداخل، العلاج الدوائي، العلاج الطبيعي، التداخل المحدود في الفترة للتشخيص السليم يديني نتيجة علاجية أسرع، وده مهم. والحفاظ كمان عليه، يعني النقطة مهمة تانية، ان ممكن العيان يسيب نفسه خالص، يكون درجة الانزلاق ديت لسه في مراحلها الأولى، فبالتالي بعد فترة حصل انفجار وسيكوستري، يعني ابتدى يأثر لغاية ما ابتدى العصب يلتهب التهاب شديد، وهو ده ودخلنا في القصة مش هنعرف ننقذه فيها. اللي احنا شايفينه ده بالظبط كده الانفجار الأول، ممكن العيان يبقى مجرد بس كده بروز للغضروف اللي هي الدرجة الأولانية خالص، يبتدي يحصل ألم اللي هو عرق النسا اللي هو السياتيك نيرف، ده العموم الناس بتطلق عليه اسم لفظ عرق النسا. ممكن لمس مثلا، عمل مجرد اللمس ده أدى إلى التهاب في العصب. التهاب العصب ده ممكن بالعلاج الدوائي، الراحة، العلاج الطبيعي ناخد نتيجة علاجية، لكن في بعض الحالات بيبقى الضغط ده كبير. العلم بقى وجد لنا حل تاني زي الحقن جوه، يعني ممكن نعمل انترا ديسكال أوزون، حقن موضعي لمضادات، مضاد التهاب طبيعي وليس له أي أثار جانبية، اللي هو حقن الأكسجين النشط جوه الغضروف. ده طبعا بالمناسبة ليه دراسات عديدة ويعني حاجات كتيرة جدا بيتعمل من سنين لعلاج آلام الانزلاق الغضروفي. ده بيتم في غرفة عمليات تحت جهاز أشعة، بندخل تحت الأشعة كده لمكان الغضروف نفسه انترا ديسكال، وبحقن أكسجين النشط، ده بيديني علاج مضاد التهاب 200 مرة بقوة الاسترويد. بس ده له شروط، يعني لازم طبعا المرحلة الأولى، أنا في المرحلة الأولى هنا ألم لا يستجيب للعلاج الدوائي، لا يستجيب للعلاج الطبيعي، فبالتالي الألم ده مستمر معايا، مأدي معايا الألم قوي شديد، الألم ده مستمر لفترة أكتر من شهر، فبالتالي أنا هدخل هنا في مرحلة التداخل، الحقن فقط، بعمل حقن فقط لمواد مضادة للالتهاب وكذلك للأكسجين النشط ب انترا ديسكال هو جوه الغضروف. ولازم يكون في المرحله الاولى بالظبط كده، يعني لازم العيان يجي لك بدري عشان ما يفوتوش الاتوبيس. الكلمه دي مهمه جدا، المرحله الاولى، ومش حاجه قديمه. يعني برضو نقطه مهمه، نيجي مثلا عيان يقول لي انا عندي بقالي سنه ولا اتنين وخلاص، ما هو في الفتره دي العيان ده مش هيبقى مناسب ليه التداخل ده، لان هو اصبح الغضروف نفسه ديجنريتد، يعني ايه تأكل. حصل له تاكل، فبالتالي انا هنا مش بس كده، ده الجسم بدا يطلع له، الجهاز المناعي ابتدى يشتغل، فبدا يحصل اوستيفايت، يعني ايه تكلس على الجزء الغضروف، ما هو العصب هو المهم، فالجهاز المناعي بتاعنا بيروح يقول يروح فيه هنا مشكله، يبعت لي كل الماكروفاج، يبعت لي كل الجهاز المناعي يحاول يحافظ على العصب ده، فيحصل التاكل بيبتدي يزيد عشان خاطر يثبت الفقره ديت ما تتحركش. وطبعا التشخيص والتداخل بدري يدينا نتيجه علاجيه قبل ما اوصل للجزء ده، لان الحته دي ما بقتش خلاص بتاعت التداخل ده، بتاعت قصه تانية خالص، واستيفايت طلعت يعني ايه، يعني نتوءات عظميه، فدي حاله اصبحت حاله جراحه. في ناس كتير برضو بتسال عن الاساليب اللي انتم بتستخدموها، الاكسجين، التردد الحراري. التردد الحراري دي برضو من ضمن التقنيات في بعض الالام، في يجي العيان عنده حاجه اسمها ديسكوجينيك بين. يعني ايه ديسكوجينيك بين؟ الم في الظهر ممكن يكون بيسمع معايا او ان هو موجود في الظهر فقط، فممكن ادخل على العصب المتهيج دوت بالابره التردد،
أعالج يعني إيه؟ في بعض الناس ما ينفعش نحقن معها بعض المواد المضادة للالتهاب، لكن تقنية التردد الحراري نفسها الراديو فريكونسي دوت هو بيخش بيعمل لي نيورو ميديوليشن، بيشيل الألم، بيشيل الألم من العصب المتهيج ده، وأعمل حاجة اسمها النيورو ميديوليشن، تحول لروتينات الألم والأعصاب اللي هي حصل فيها التهاب، بعديها طاقة الراديو فريكونسي اللي بتديها هي بتعتبر طاقة علاجية. ده لو هنا يمكن ده الاعصاب اللي هي مغذيه للمفاصل جر فقرات. في ممكن اعمل انترا ديسكال راديو فريكونسي اللي هي بقى لنواه العصب نفسه او نواه الغضروف نفسه بيغذي بعض الاعصاب، الاعصاب دي انا ممكن ادخل واعمل لها نفس التقنيه ديت بس انترا ديسكال جوه الغضروف. جوه الغضروف بالظبط كده، ودي برضو من غير من في الحالات اللي هي تعاني من الام مزمنه اللي في الغضروف نمنع عليها ديسكوجينيك بين. ديسكوجينيك بين يعني الالم جاي من الديسك، من الغضروف نفسه، من الغضروف نفسه، الديسك نفسه. طب دي بنشخصها ازاي؟ نقول للعيان بينام على بطنه، بعدين بنضغط كده بضغطات كده على اللي هو الفقرات نفسها، مطرح الفقره اللي فيها الم تلاقي العيان بيصرخ ويقول هو ده مكان الالم بتاعي. في اساليب اخرى غير في طبعا في في بعض الحالات بيبقى ده البلج ده كبير، فبستخدم معاه تقنيه تانية زي تقنيه الليزر. والليزر برضو انترا ديسكال في بعض الحالات اللي هي فيها درجة الانزلاق أكبر، أنا محتاج أن أنا أقلل من النواة بتاعة الغضروف دي. في تقنية تانية علاجية اللي هي الكوبليشن، البلازما كوبليشن ده أو تبخير الغضروف، تبخير الغضروف دي برضو جهاز، دي إبرة برضو معانا هنا، ده دي تقنية الليزر بندخل برضو عن طريق الجهاز تحت جهاز الأشعة الفلوروسكوبية، وعلى المكان بندخل هنا من الناحية التانية، يعني مثلا لو العين عنده المشكلة ناحية اليمين أنا بدخل الناحية الشمال. كل ده بيبقى فيجواليز، يعني أنت بيبقى شايف بجهاز الأشعة، تحت جهاز الأشعة، ويمكن فيه فيديوهات هتبقى موجودة إحنا شايفين كل دوت تحت جهاز الأشعة. وبندخل انترا ديسكال، يعني الموضوع في منتهى الأمان، يعني أنا مش شايف كل حاجة. طبعا الموضوع بيبقى بسيط، والتقنية دي بتاخد يعني يمكن مكملش في الأصعب الحالات يمكن 40 دقيقة لو في الحالة صعبة، يعني كل تداخل ممكن أخذ فيه 10 دقايق ربع ساعة. ده الليزر. الليزر. ده الليزر. لو احنا بصينا بقى كمان ليه مميزات وليه عيوب. طبعا اللي فيش كل مثلا لو عيان عنده أمراض مزمنة لا تناسبه هذه الطريقة، لأن يعني جزء الليزر دوت بيبقى برضو إيه، المرضى اللي هم عندهم سكر أو عندهم ما ينفعش مع التقنية دي، أنا أعرضه الإنفكشن أكتر، أعرضه الميكروب، لان انا بعمل زي كي نواه الغضروف دي مش هتبقى مناسبه معاهم. لكن تقنيه البلازما كوبليشن افضل في الحته دي اللي هي التبخير الغضروف، برضو العلم ما سابش حاجه للصدفه، دي تقنيه تعتبر قديمه في التداخل، بعد كده بدا عمل الكوبليشن ده اوجد حل بقى للمرضى اللي هم عندهم مشاكل صحيه اللي ما ينفعش استخدم معاهم التقنيات القديمه. ده كوبليشن، هنا بقى الكوبليشن. هنا عصب غضروف ضاغط على العصب، بدخل برضو معاه بابره، الابره دي بتعمل بتقنية البلازما بتبخر، يعني ايه بتزود. على فكرة واخدة جايزة نوبل التقنية دي في العلاج، ان هي نفسها بتعمل بعمل نتوءات كده زي يعني ادي النواة زي ما حضرتك شايف، بدخل بتقنية البلازما ديت هي بتعمل لي تبخير للمية اللي جوه الغضروف، بعمل زي انفاق. انفاق بالظبط كده. فيحصل التئام للجزء اللي هو بعد كده العيان ده بيلتئم، فيحصل له انكماش للجزء الضاغط على العصب. ده كمان اتوبيس من الاتوبيسات الجميله العلاجيه، الكوبليشن ده. الكوبليشن ده كل دي وسائل علاجيه، بس تيجي مبكرا حضرتك عشان تستفيد من هذه الاشياء. لازم يكون الغضروف دوت بالبلدي كده يبقى لسه مرن. في ميه. يعني ما يبقاش متجلس. ما يبقاش بالظبط كده. كل ده معتمد على ان انا بشفط ميه من جواه. صح. عشان يرجع يلم تاني. بالظبط كده. ما يكونش انفجر. بل انيولس انتكت بالظبط، اللي هي المحيط بتاعه لسه زي ما هو، الاستيك لسه موجود، لانه له استيك على فكره الغضروف من اللامنه اللي حواليها. فبالتالي هو دي اللي انيولس فايبروزس بيحصل لها بالظبط كده، انها بتبقى محوطه بيه. فبالتالي لو حصل بقى هي كراكلينج واتقطعت، في بقى برضه العلم ما سابش حاجه، يعني طيب العيان اللي هو جاي حصل بقى انفجار للجزء دوت، طب ده بيتعمل له ايه؟ بيدخل بالمنظار، منظار برضه التداخل محدود بتحت جهاز الأشعة، ويشيل الجزء ده في بعض الحالات. وبرضو ده من ضمن الحاجات التداخلات اللي بقى للحالات الأصعب فيه.
ده حالة بقى أكبر بقى بالظبط. ده منظار، ده المنظار، ده منظار بتاع عملية، عملية دي عملية بقى برضو بتتم بدون جراحة، وبيكون بمخدر موضعي في بعض الحالات، بتبقى مناسبة لبعض الحالات، برضو نقطة مهمة جدا، هي مناسبة لبعض الحالات يعني مش لكل الحالات يقولوا أنا عايز أعمل ده هيعمل منظار، لا دي حالات معينة برضو لسه ابتدى يحصل الانفجار أو يحصل السيكوستريت انت خرج، فبندخل كده بتداخل محدود تحت جهاز الأشعة وبنشيل الجزء اللي هو حصل فيه الخروج ده، أو نشيل جزء من الغضروف نفسه. ده بنج كلي ولا بنج موضعي؟ بنج موضعي. موضعي. ده بيتم بنج موضعي وسيديشن، يعني إيه؟ يعني مهدئ. ده المنظار برضو من التقنيات الرائعة الحقيقة. جدا. وحل بقى الحالات اللي هي الأصعب شوية. هنا كمان البنج موضعي ده هيفيد كتير من المرضى اللي ما ينفعش يتخدروا. طبعا. يعني اذا كانت المناسب ليهم الحاله. اذا كان مناسب ليهم الحاله. اذا كان مناسب ليهم العلاج يعني بالظبط. برضه مش القصه في التخدير بس، القصه انه يكون مناسب العلاج. دي نقطه مهمه بعد تشخيص المريض وبنفحصه كويس، في بعض المرضى ما ينفعش ان هو يخضع الى تخدير كلي مثلا، في مشكله فيها، فبنقدر نعمل دوت بمخدر موضعي بدون برضه يعني مش ما نعرضش المريض في ناس برضو بيبقى اللي هو بيخاف او هو مثلا ممكن ياخد حاجه سيديشن. يعني ايه سيديشن؟ يعني مهدئ كده فتره ينام يعني. هو ما يحسش اصلا بالبنج الموضعي اصلا هو داخل يعني بمجرد بس هو نايم، خلصنا التداخل بتاعنا هو مش حاسس باي الم. السيديشن يا جماعه هو زي ما انت في اتوبيس كده ولا عربيه بيجو ولا مواصله بتروح جاي مغفل مغفل، تبقى انت بيرد علينا فعلا يعني ممكن ما هو بيبقى مغفل فعلا ما حد بيقول له يعني واحد من ورا فبيروح بيطلع الفلوس ومراجع نايم. عشان بس الناس كتير بتسالني يعني ايه سيديشن اللي بتقولوها لي. طيب انا عايز اروح بقى ايه انواع الغضاريف اللي يناسبها هذه التدخلات، انواع الغضاريف، مشاكل الغضاريف، مشاكل الغضاريف مشاكل الالم. فيها ريد فلاكس كده لازم كلنا ناخد بالنا منها. ريد فلاكس دي يعني ايه؟ اللي هي اشارات حمراء، دي ما ينفعش فيها. يعني عيان جاي عنده سقوط في القدم، عنده عدم تحكم في الاخراج، فبالتالي ده العيان دوت انا لازم اوفر عليه حاجات كتيره جدا واحمي العصب، انا اهم حاجه بالنسبه لي حمايه هذا العصب، فده تداخل جراحي. في الحاله دي انا بقول له درجه الالتهاب حوالين العصب مش هينفع معاها تداخلات محدوده. لكن العيانين التانيين بقى، في عيان عنده الالم موجود، في مثلا احساس مضايقه، درجه من درجات الدرجات اللي هي بنقول عليها الدرجات الاوليه في الانزلاق، يعني برضو نقطه مهمه، مش المهم درجه الانزلاق دكتور ايمن، المهم درجه الالم والعصب الملتهب والالم ده جاي فين، هو ده اللي هيحدد لي اجراء التداخل او لا. ايه الاعراض اللي تخليني اقول ان لازم اشفط الغضروف؟ الاعراض زي ما قلت لحضرتك كده، يعني عايز انقذ هذا العصب، الم شديد بيأثر لي على الحركه، بيخلي العيان دوت مش قادر يمارس حياته الطبيعيه ولا يستجيب الى العلاج الدوائي ولا العلاج التحفزي الاخرى، فبالتالي هدخل هنا اعمل التداخل. عشان نوضح للناس امتى لازم اقول للناس هتعملوا جراحه، انا هتعملوا جراحه. لو في مشكله في السقوط في القدم، ده متاخر قوي سقوط القدم، يعني ده يعني ده بي ده في ناس بتسقط على بتوصل في ناس بتوصل للاسف يعني وطبعا ابتدت تتاثر الاعصاب اللي بتسيطر على في الحاله دي، ده جراحه. تسيطر على الحركه، بدات الحركه تضعف، بدا الحركه تتاثر تضعف الحركه بالزبط. لا جراحه سقوط القدم ده يعني معناه ان انت سكت يعني. الصوره دي حضرتك بتحبها جدا. ايه بقى الجمال ان العمود الفقري ده يعني نشوف فريق مجموعه تيم بيشتغل فيه جراح مع علاج الالم التداخلي مع العلاج الطبيعي مع الفيزيوثيرابي ولا يعني في كل ما في فريق بيبص على المريض كل ما ناخد نتيجه احسن. لكن مميزات التعامل بالمينيمال انفيسيف والجراحه الاساليب محدوده التدخل اللي انت ذكرتها ليها مميزات كبيره جدا. طبعا مفيش فتح جراحي. من اشهر المسببات او العيانين بيصيبونا في العياده هي الام ما بعد العمليات الجراحيه. طبعا الناس بعد فتره كبيره او من الايفيدنس بيس اللي بيعمل عمليه جراحيه وبيحصل فتح جراحي، الفتح الجراحي ده بيؤدي الى تليفات حوالين القناه العصبيه، ودي مش حاجه مفيش اي جراح ده هتحصل لاي مريض عمل عمليه جراحيه،
بالتالي دي ملهاش حاجه يعني اقدر اقول ان هو مشكله. لا دي مش مشكله، دي حاجه طبيعيه، حاجه فسيولوجيه طبيعيه بتحصل نتيجه ان الفتح الجراحي دوت بيسبب لي تليفات للعمود الفقري. فبالتالي التداخلات المحدوده اوجدت لي حل ان انا باي باس اعدي النقطه دي ما تحصلش، لان احنا تقريبا ما فيش فتحات، تقريبا هي مدخل ابره وبتخرج ما بتسيبش اثر، يعني ما فيش اثر بتسيبه. فبالتالي التداخلات المحدوده بتيجي للعيان المناسب في الاتوبيس المناسب اللي هو هياخد فيها في التوقيت المناسب التوقيت المناسب، فتبقى مفيده جدا للمريض. ايه اللي يحصل لو العين اهمل طنش؟ هيفقد عصب. هيفقد العصب طبعا، هيفقد عصب، وبالتالي احنا فوت الاتوبيس او فوت المرحله العلاجيه اللي ممكن ناخدها. فوت مرحله كان هيستفيد جدا من العلاج فيها جدا. ارجوكم ما تفوتوش الاتوبيسات الجميله المتنوعه، عندنا مجموعه اتوبيسات رائعه، شيء علاج بالليزر، علاج التردد الحراري، علاجات لطيفه جدا جدا. التوقيت يا جماعه مهم قوي 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 قوي. نورت وشرفت واسعدتني. شكرا دكتور ايمن الحاج، ضيفي العزيز القيمه العلميه القديره والاسم اللامع الاستاذ الدكتور عمرو السعيد، استشاري علاج الام العمود الفقري والمفصل، وصاحب دكتور علاج الالم، عضو الجمعيه الامريكيه للطب التجديدي والجمعيه الاوروبيه للسندال الحركي، والمدير للمراكز بين كيور لعلاج الالم. نورت الدكتور واسعدتنا سعاده كبيره. شكرا دكتور ايمن، خليكوا دايما مع الدكتور.